بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم الطلاب وطالبات المستوى العاشر. أعرفكم بنفسي، أستاذ دكتور سامي عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها. إن شاء الله القسم هيقوم تدريس مقرر عين طه لأمراض الأطفال وجراحتها، بالإضافة للإشراف على مقررين نظريات أمراض أطفال وجراحة أطفال. يقوم التدريس في القسم بمشاركة معي دكتورة مريان مجدي ودكتورة رضوى سعيد، بالإضافة إلى تدريس السكاشن العملية والتطبيقية يقوم بها كل من دكتور كريم السحارتي والدكتورة رنا نبيل والدكتور إبراهيم سالم. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وأراكم على خير، وكل عام وأنتم بخير. شكراً. دكتور كريم سامي، مدرس مساعد علاج طبيعي اطفال. النهارده هنشتغل على الماسكولوسكيلتال اسسمنت. طيب الماسكولوسكيلتال اسسمنت دوت انا بدايتي فيه حاجه اسمها الماسل تيست. الماسل تيست عندي بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بثلاث طرق. اول طريقه فيها هي المانوال ماسل تيست العادي اللي احنا خدناها قبل كده وعارفينها وهنشرحها تاني. عندنا الفانكشنال ماسل تيست، عندنا الداينوميتر ميجرمنتس او ديفايس. طيب يعني ايه؟ انا سواء المانوال ماسل تيست او الفانكشنال ماسل تيست فهي حاجه سبجكت. طيب بشتغل ازاي في الفاكشن في المانوال ماسل تيست؟ المانوال ماسل تيست بالنسبه لي هو علاقه ما بين السترينث بتاعه الماسل بتاعتي والرينج اوف موشن والجرافيتي والاكسترنال ريزيستنس اللي انا بديها. الفاكشن ماسل تيست انا بشوف البرفورمانس بتاع التاسك اللي انا بديه للطفل، فبشوف البرفورمانس ده عمله كويس او عمله مش كويس قوي او عمله ما عملوش خالص. لكن لو عايز حاجه اوبجكتيف تقيس الماسل تيست ده عندي الداينوميتر زي الهاند هيلد او الهاند جريب او الايزوكاينيتيك. طب تعالى نتكلم كده بريف على كل حاجه من دول نوعها، يعني سواء المانيوال او الفانكشنال ماسل تيست ازاي بناخد فيه او بنعمل له سكور. طيب احنا قلنا حالا اهو المانيوال ماسل تيست انا بعمل علاقه بين السترينث والحركه سواء انديفيدوال ماسل تيست انديفيدوال ماسل او جروب اوف ماسل، مع علاقتها مع الجرافيتي مع الاكسترنال ريزيستنس انا بديها. التيست ده بيتعمل دايما للاطفال من سن 3 لما فوق، ولازم المنتاليتي بتاعتهم تبقى كويسه عشان هم يستوعبوا الاوردر اللي انا بديه عشان ينفذوه. طيب عايز اعمل سكور للتيست دوت. السكور بتاعي زي احنا خدناه قبل كده هم في 6 برنسبلز بالظبط، 0 1 2 3 4 5. الزيرو هو نو كونتراكشن، 1 اللي هو تريس هو بالبابل كونتراكشن وزاوت اني موفمنت، 2 اللي هو بور ده اللي تشايلد بيحرك بيعمل فور رينج موشن اومتنج جرافتي او ويز جرافتي اليمينيشن. 3 اللي هو فير انا بعمل الفور رينج موشن اجينست جرافتي. 4 انا بعمل اجينست جرافتي اللي هو الجود، بعمل اجينست جرافتي بس ويز مودريت ريزيستنس. 5 انا بعمل هو نورمال، الشخص ده بالنسبه لي نورمال هو انا وانت وكل اللي موجودين. بيتعمل ازاي؟ بيتعمل اجينست جرافتي ويز ماكسيمم ريزيستنس. طيب انا ده اللي انا بطبقه، بس في السكور دوت انا لازم اخد بالي من 3 حاجات مهمه قوي جدا. الرينج اوف موشن هو عمل فور رينج اوف موشن ولا عمل رينج اوف موشن لحد قد ايه؟ عمل في الجرافيتي بتاعتي جينس جرافيتي ولا اومتنج ليميت ويز جرافيتي اليمينيشن، والريزيستنس كانت مايلد ولا مودريت في المودريت ولا سيفير في الريزيستنس بتاعتي. طيب بعد كده دخلنا على الفانكشنال ماسل تيست. الفانكشنال ماسل تيست انا بدي للطفل تاسك معين واشوف البرفورمانس بتاعي. بيتعمل للاطفال اللي اقل من 3 سنين او بيكمل معايا في الاطفال اللي المينتاليتي بتاعتهم برده ما بيستوعبوش الاوردر. يعني لو عندي طفل عنده 6 سنين وعنده مينتال ديلي، لا انا بكمل معاه برده فانكشنال ماسل تيست. السكور بتاعه ببساطه شديده هو فانكشنال ويك فانكشنال سب فانكشنال نو فانكشنال. عندنا بنقيس الفانكشنال ميجر ده ازاي؟ الفانكشنال سكيل ان انا عندي جريد واحد اللي هو الفانكشنال، الفانكشنال ده اللي هو قدر يعمل التاسك كويس جدا او معاه سلايت انفايرمنت او ديلي. طيب الويك فانكشنال هو عنده معاه مودريت انفايرمنت او ديلي اثر عليه في السبورت بتاعه او في البالانس بتاعه، يعني جه يعمل التاسك مثلا ما عملش، جه يعمل التاسك فبدا ان هو يعمل سبستيوشن جامد جدا او ان اثر عليه في البالانس ما قدرش يكمل التاسك. طيب ايه النون فانكشنال؟ لا ده في سيفير ديلي او انفايرمنت لدرجه في سلايت كونتراكشن بس ما قدرش يكمل الباترن بتاع الموفمنت بتاعي، او اللي هو اخر واحد الزيرو، الزيرو ده ما عملش اي حاجه خالص. طيب ببدا عندي سكيل تاني برضو بقيس بيه اللي هو الفانكشنال سترينث سكيل.
انا بقيس بيه زي اللي هو قريب جدا للمانوال ماسل تيست بتاعي، بس ما فيهوش زيرو، في 1 2 3 4 5. لو انا هدي مثال لطفل مثلا عايز اعمل الترانك والهيد اكستنسور، اهيد وانتراك اكستنسور، فبعمل سكراتش على الهيد ويبدا ان الطفل ده يبدا يرفع راسه. لو رفع راسه كويس جدا يبقى انا كده بتكلم في نورمال. لو عمل حاجه بسيطه جاب جريد يعني 4 يبقى انا عندي مينيمم ويكنس. لو عمل جريد 3 فانا بجيب مودريت ويكنس، بعدها نفس الكلام سيفير ويكنس، بعد كده اخر حاجه اكستريم ويكنس. تمام. بعد كده عندي سكيل تاني ممكن اقيس عن طريقه ايه الابر لمب سترينس، عن طريق حاجه اسمها ترونتو سكيل، وده بيشتغل برضو اكتريته مع حالات الايربس بولسي. فهو قسم لي السكور بتاعي في 7 كاتيجوري، اول 4 منهم ويز جرافتي اليمينيشن و3 اجنست جرافتي. عندنا بقى في الفاكشنال ده عندنا الامثله او طرق اشتغل بيها عشان ابدا اشوف الباترن ده هعمله ازاي او البرفورمانس ده ازاي. زي عندي التاكتايل ستيميليشن او البينفل ستيميليشن، عندي ان انا بستخدم توي للطفل دوت، ابدا اقول له يعني ادي له التوي يبدا يرفع ايده واشوف الباترن بتاعي، او ان انا استخدم انفيفر بوزيشن، زي ان انا بحط الطفل مثلا في برون بوزيشن فده انفيفر بوزيشن للطفل فيبدا يغير وضعه، او الاسبونتينيوس موبيليتي، او حاجه اسمها دروب ارم تيست، ان انا ببساطه شديده برفع ايدي او الدراع بتاع الشايلد بتاعي واسيبه، بس ما بسيبوش مره واحده، بتبقى ايدي تحت عشان ما يحصلش اي ديستوكيشن، واشوف لو حصل صدن دروب يبقى انا كده في مشكله ما او في ماسل ويكنس معين. بعد كده اخر حاجه عندي هي الريفلكسز، انا بحط الطفل في ريفلكس معين واشوف الباترن اللي الريفلكس واخده هل موجود عند الطفل ولا مش عنده. زي الاسيميتريكال تونيك نيك ريفلكس، فهو عمل اكستنشن في الناحيه الفيس سايد وفليكشن في السكال سايد. لو الطفل ده ما عملش كده يبقى في مشكله او في ويكنس في الباترن في المصل دي. دلوقتي بقى هنتكلم عن الفلكسبيليتي تيست. انا عايز اشوف من الفلكسبيليتي تيست دي يا جماعه، انا عايز اشوف التايتنس بتاع العصل المصل اللي موجود عندي. طيب عندي طريقتين ليها، في لابوراتوري وعندي فيلد. اللابوراتوري بتاعتي الحاجه ان انا بستخدم فيها حاجه يعني جيونومتر او ديفايس عشان اقيس بيه التايتنس ده قد ايه، او ان انا بستخدم حاجه زي الفيلد اللي هو بستخدم بعمل حاجه موشن اشوف عن طريق يعني في ريزيستنس معينه، يبقى ده معناه ان انا بتكلم في التايتنس ده. طيب تعالى ندي امثله للمواضيع ديت. انا عندي اول حاجه عندي في الابر لمب، خلينا نتكلم ابر لمب وبعدين نتكلم عن اللور لمب. الابر لمب عندي في البايسبس. طيب البايسبس ديت ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها بتعمل لي سوباينيشن فليكشن البو اند ويك فليكشن شولدر. يبقى انا همشي بنفس الكاتيجوري كده في التست اوف تايتنس بتاعي. هبدا احط الطفل ده على الايد، انا هعتبر ان الحاجه اللي تحت دي هي المات او البلنس. هبدا احط الطفل بتاعي ده على الايدج اوف ذا بلنس بتاعي، وهبدا الطفل بتاعي ده هو بدايه الحركه بتاعته هو عامل فليكشن في الالبو. ببدا اخد الطفل بتاعي مثبت الديستال هاند بتاعتي مثبته ايه الارم بتاعي، وابدا اطف الطفل ده في برونيشن، وابدا اعمل فليكشن البو، وببدا بعد كده انزل لاكستنشن شولدر ويز انترنال روتيشن. انا بلف الانترنال روتيشن اهو اهو اهو، بلف من ديستال هاند بتاعتي. طيب نفترض انا بمشي كل حاجه سيجمنتال. يعني ايه بمشي سيجمنتال؟ يعني انا ببدا الاول اعمل البرونيشن، الطفل عملها كملها، ببدا اكمل اكستنشن البو، الطفل عملها بكمل اكستنشن للشولدر ويز انترنال روتيشن. طب نفترض ان الطفل ما عملش البرونيشن، لا ما كملش، يعني ما عملش البرونيشن، هنا في هنا ليميتيشن، لا ما كملش لحد الاكستنشن البو، او كمل البرونيشن وجه عند الاكستنشن البو ما كملش اكستنشن البو، ما نزلش الاكستنشن فين؟ في الشولدر. ده اول حاجه. طيب بعد كده دخلنا بعد كده في حاجه اسمها لاتيسمس دورساي. اللاتيسمس دورساي الاكشن بتاعها ايه؟ اكستنشن ادكشن انترنال روتيشن. يبقى انا التست بتاعي ببساطه شديده انا عايز اعمل للطفل دوت ايدي دي، ده اهي البروكسيمال بتاعتي مثبته عند الشيست بتاع التشايلد او اللاترال شيست بتاعه، ببدا اعمل اكسترنال روتيشن للشولدر، وببدا اعمل فليكشن لحد ما الايد البالم بتاعي يبقى قريب للايرز بتاع التشايلد. يبقى انا كده عملت ستريتش للايه او تيست اوف تايتنس للاتيسمس دورسال. طيب عندي عضله زي السابس كابلر. السابس كابلر بتعمل ايه يا جماعه؟ بتعمل انترنال روتيشن ويز ادكشن. خلينا زي ما احنا في الادكشن عشان نمنع بنخاف على الطفل ان يحصل له اي ديسلوكيشن. زي ما انا ادكشن اهو
الفور ارم عامل فليكشن 90 درجه وابدا اعمل اكسترنال روتيشن، بنزل البالم بتاعي على المات بتاعي. ما بعملوش كده، لا انا بنزل اهو فليكشن وعامل ادكشن فليكشن 90 وابدا فليكشن البو 90 درجه وابدا اعمل لحد ما القلبه يبدا يلمس البلانس. يبقى انا كده عملت ريست اوف تايت. لو حسيت ان في ليميتيشن يبقى انا كده عندي مشكله في عندي تايت ماسل في السبسكابولارز. طيب بعد كده دخلنا في السوبينيتورز والبرونيتورز. لازم عشان اعمل تيست السوبينيتور والبرونيتور زي ما احنا عارفين من زمان ان لازم القلب يبقى فيه فليكشن 90 درجه، وابدا امسك البالم كاني بعمل شيك كاني بسلم على الطفل وابدا اعمل سوبينيشن لو بعمل تيست البرونيشن برونيتورز، والعكس لو بعمل للبرونيتورز. لو لقيت برضو ليميتيشن يبقى عندي مشكله في التايتنس للمسل ده. بعد كده الريست والفينجر فليكسور ببساطه شديده برضو الفور ارم عندي فليكشن 90 درجه، بمسك الريست بتاعي والفينجرز من جوه وابدا ان انا بفتح ايد الطفل بالوضع ده، عشان بس هي الايد الطفل زي ما احنا شايفين كده مقفوله، انا بمسك من هنا وعامل استابلايزيشن للفور ارم من هنا وببدا افتح ايد الطفل ده. طيب الابر لمب بالنسبه لي نقولهم تاني كده، البايسبس اللابتسيسمس دورسال السبسكابولارز السوبينيتور البرونيتورز ايه الريست والفينجر فليكس. بعد كده هبدا اخش على اللور لمب. بدايه اول حاجه فيه حاجه اسمها توماس. توماس ده بيقيس الفلكسبيليتي لكذا عضله. قبل ما ابدا اهو بيقيس الفلكسبيليتي لكذا عضله ماشي. طيب تعالى نقول الاول التست نعمل ازاي ونقول العضلات اللي هتبقى فيها مشكله معنا ايه. اول حاجه قبل ما تبدا في اي حاجه انت حاطط الطفل بتاعي على اللي هو هاف سوباين، يعني نص جسمه خارج البلنس او خارج الويدج. احنا في الاطفال بنشتغل على الويدج، فبنبقى نتني رجليه الاثنين عليه عشان اعمل فلاتنج لللامبر كيرفتشر عشان ابقى متاكد ان الموضوع كله جاي من العضله اللي انا بختبرها. والرجل الان التستد ببدا اسيبها، الرجل الان تستد ببقى عاملها برده لسه في الفليكشن وابدا اشوف اللي جاي ده. انا عندي بوزيتيف ساين بتبقى موجوده في توماس ده، يا الا ان البلفز يترفع من هنا، دي بوزيتيف ساين يعني كده عندي تايتنس لسه ما قلناش فين بس هو عندي تايتنس دلوقتي، او يبقى فيه فليكشن في الني اكبر من 80 درجه، او يظهر حاجه من اللي احنا هنقولها دلوقتي جايه حالا دي. لو ظهر لي فليكشن هب مع اكسترنال روتيشن فانا كده عندي تايتنس في الاليزوس. طب لو حصل لي فليكشن هب مع اكستنشن ني يبقى انا كده بتكلم في عضله اسمها ريكتس فيمرس فيها التايتنس. طب لو عمل فليكشن هب مع انترنال روتيشن يبقى انا كده بتكلم في التنسور فاشيالاتا. طب لو عمل الطفل ده فليكشن هب فليكشن ني فانا كده بتكلم في السارتوريس. تمام يبقى انا كده انا عايز اشتغل على اقيس التايتنس اوف ريكتس فيمرس العضله الريكتس فيمرس. بنيم الطفل بتاعي بروم. تمام التست ده بيستخدموه عشان يفرقوا بين حاجتين السباستيسيتي والتايتنس. فالطفل بتاعي انا مثبت الشيز عند البلفس فوق البلفس بالظبط وببدا ان انا اعمل كويك موفمنت كويك فليكشن في الني. لو ماشي انا سلو وبعمل فليكشن للني كده ولقيت ان البلفس بيترفع اترفع منه فضل مرفوع يبقى انا كده بدي بوزيتيف ساين ان انا عندي تايتنس فين في الريكتس فيمرس. طب لو البلفس ده اترفع ونزل على طول يعني عمل كانه كاتش اند ريليز يبقى انا كده بتكلم في ايه برضه في سباستيسيتي. طيب يبقى انا كده خدنا الاليوزوس خدنا توماس تيست وخدنا العضلات بتاعته كلها خدنا الريكتس فيمرس وخلصنا ان هو بيعمل ازاي وفرقنا بين السباستيسيتي والتايتنس فيه. هناخد بعد كده اوبر تيست. اوبر تيست انا بعمله للتيبيال باندا او التنسور فاشيالاتا. انا بعمل ازاي؟ بنايم الطفل سايد لاين الرجل اللي هي ان تيستد بتبقى فليكشن هيب فليكشن ني 90 درجه عشان تعمل سبورت وعشان فليتنج اللامبر كيرفتشر، وببدا ان انا الرجل الثانيه دي بعمل لها برده فليكشن ني 90 درجه واللي هنا الفيمر بيبقى في نيترال بوزيشن. ببدا ان انا اخده ابدا اشتغل بقى بالتيست بتاعي اعمل اكستنشن اكسترنال روتيشن وبعدين اسيب التشايلد اسيب رجل التشايلد. لو نزلت يبقى انا كده مفيش مشكله خالص ومفيش تايتنس. لو فضلت متعلقه فوق او ريزد فوق يبقى انا كده بتكلم في ايه ان انا عندي تايتنس في الاليوتيبيال باند او التنسور فاشيالات. طيب بعد كده يا جماعه هنتكلم معانا على حاجه مهمه جدا 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 اسمها الهامسترنج. الهامسترنج دي عندي كذا تيست ليها. عندي حاجه اللي هو باسيف ني اكستنشن. طيب باسيف ني اكستنشن ده هو معمول عندكم بطريقتين.
اول طريقه كان في الاول موجوده زمان اسمها اليونيلاترال بوبليتيال انجل. ايه اليونيلاترال بوبليتيال انجل دي؟ ببساطه شديده جدا انا من غير جيونومتر في الاول هعمل فليكشن هيب 90 190، وهبدا ان انا ارفع الرجل دي لفوق. الرجل دي انا ما عملتش فيها حاجه، الرجل الثانيه زي ما هي موجوده ما فيش اي حركه فيها. انا الموضوع كله ان انا ببدا ان انا عشان بس الطفل ده صغير، بس هو الطبيعي ان انا بحط الفالكرم بتاعي عندي النيه هنا اهو بنفس الشكل كده، وايديا دي اهي الفالكرم بتاعي هنفترض ان هو عندي النيه كده اهو، انا عامل فليكشن 90 درجه وابدا امشي بالموفبل ارم لحد ما اشوف واصل لحد فين من التيبيا مع الفيرتيكال لاين اللي هو ده. هنفترض ان الطفل بتاعي وقف هنا، ببدا اشوف الفيرتيكال الزاويه ما بين التيبيا شين اوف تيبيا والفيرتيكال لاين اللي هو مكمل من الثاي، واشوف الزاويه دي كام. الزاويه لو من 20 ل 30 فانا كده بتكلم في طفل نورمال، في النيونيت من 40 ل 50. طيب لو انا بتكلم ان انا عايز اشتغل بقى الموديفايد بوبليتينج انجل تيست، قال لك لا انا بشتغل اللي هو وبيسموه بايلاترال بوبليتيال انجل. ازاي؟ انا بعمل فليكشن للرجل الثانيه دي كمان، لازم سواء انت مالك تعملها لوحدك وتثبت الطفل دوت نفس التثبيته اللي انت كنت عاملها في اليونيراتا، او ان معاك اسيستنس او الام بتبدا مثبته الرجل في الفليكشن ده وتبدا تعمل نفس الحركه الفرقم عند النيه وتبدا تطلع بيها لحد ما تشوف الايه الزاويه كام. ده اهم، ده الموديفايد بتاعه، لان هو في الوضع ده عاملك فلاتنج اللامبر كيرفيتشر، فمش مدخل عضله الاليوزوس، فالفليكشن كله جاي من الايه من الهامستر. في عندي تيست كمان للهامسترنج والباك ماسل، ان انا ببقى حاطط اسمه سيت اند ريتش تيست. ببقى الطفل بتاعي قاعد عنده فيه هنا بوكس محطوط، المفروض ان البوكس المحطوط دوت فيه يعني تدرجات ان هو يبدا ان هو يميل باقصى درجه ممكنه، لكن الفيد بتاعته بتبقى موجوده هنا حاجه عامله لها بلوك، يعني مش متسابه كده، تبقى مقفوله، ويفضل ان هو بالست اللي هو الست اند ريتش ده يفضل بايديه الاثنين يحاول يوصل لاقصى درجه. ده بيقول لي برده في تايتنس في الهامسترنج او في الباك ماسل. طيب بعد كده عندي حاجه للكاف ماسل. الكاف ماسل عندي حاجه اسمها سيرفر سكول ميثود. انا بقيس، عايز اقيس في تايتنس في الكاف كامله ولا في الجاستروكنيميس بس ولا في السوليس بس ولا في كله على بعضه. طيب بمسك بعمل فليكشن، بدايه الحركه بتاعتي فليكشن ني، فليكشن ني 90 درجه، فليكشن هيب 90 درجه، وابدا ان انا بعمل الطفل بتاعي نفسها من الناحيه الثانيه، ان الطفل بتاعي اعمل كده، بعمل انفرجن مع دورس فليكشن. انفرجن دي مهمه جدا ما حدش يسيبها، بعمل انفرجن مع دورس فليكشن. لو حسيت ان في ريزيستنس فانا كده بتكلم في تايتنس. طيب بكمل معايا لتحت عشان اشوف الجاستروكنيميس اللي هي شغاله على تو جوينت ماسل بنفس الوضع اللي هو الانفرجن مع الدورس فليكشن. يبقى لو لقيت ان في تايتنس برضو يبقى انا كده عندي في السوليس والجاستروكنيميس. طب لو انا عملت كده ولقيت ان هنا في تايتنس ولما فردت ما لقيتش في مشكله، يبقى انا كده عندي مشكله في السوليس بس. طب لو انا عامل كده وما لقيتش هنا في تايتنس ولما فردت لقيت ان في تايتنس، يبقى انا كده بتكلم في الجاستروكنيميس. لو الاثنين فيهم التايتنس يبقى انا بتكلم في كف. ده اسمه نون ويت بيرنج تيست. كمان في ويت بيرنج تيست، هنفترض ان عندي دي حيطه اهي، انا الطفل بتاعي بيبقى واقف اهو بنفس الشكل، بالاول بيبقى الفيت بتاعته لمسه الحيطه، وابدا ان انا اقول له اتني رجل دي لورا، اتني الرجل دي لقدام لحد ما النيه تلمس الحيطه. طب كويس جدا. طيب عم رجعته لورا شويه لمسها، ارجع لورا شويه وابدا ان النيه تلمس الحيطه. ببدا لحد ما اشوف اقصى مسافه الطفل ما بين الفيت وما بين الحيطه دي. طيب بعد كده عندي الادكتور تايتنس. بعمل فليكشن للهيب والني، وبعمل ببقى ماسك الطفل كابنج من عند النيه بنفس الشكل كده كابنج، وابدا اعمل ايه؟ بفتح الرجل في ابدكشن لحد ما اشوف لازم النورمال ان الطفل ده النيه تعدي الهوريزونتال لاين بتوع الشولدر. طب لو ما عدوش يبقى انا كده عندي ايه؟ مشكله او عندي تايتنس. بعد كده عندي الجروين تايتنس. ببساطه شديده الطفل بتاعي بيبقى الفيت
facing to each other. ببدأ إن الطفل ده بيعمل sitting, رجليه الاثنين, إيديه الاثنين لمسة الفيت, وببدأ إن أنا بنفس الشكل كده, وببدأ من إن أنا أقيس المسافة ما بين الفيت والجروين. لو المسافة دي 5 سنتي فهي excellent, لو المسافة دي 10 سنتي, كل ما تزيد المسافة كل ما الموضوع يبقى فيه مشكلة شوية. يعني 10 سنتي very good, 15 سنتي good, كل ما يزيد يبقى الموضوع هيبقى فيه لحد ما يوصل ل 25 يبقى الموضوع لا فيه مشكلة كده. آخر حاجة بقى عندنا في السكشن النهاردة هنتكلم عن ايه اللونجيتودينال ميجرمنت والراوند ميجرمنت. طيب انا بعمل ليه اللونجيتودينال ميجرمنت؟ انا بعمل اللونجيتودينال ميجرمنت ده عشان افرق ما بين حاجة اسمها ترو ابيرنت ترو لمب ديسكريبانسي او ابيرنت لمب ديسكريبانسي. طيب انا عايز ابدا اقيس الابر لمب واللور لمب. الابر لمب عندي بعمل فالكرام لنفسي كذا لاند ماركس تديني فالكرام ليا وانا بشتغل. لازم وانا بقيس يبقى الطفل بالنسبه لي ده بيري سكن عشان ما يحصلش اي غلط في الاساس. انا عندي هنا الاكروميون, هنا عندي الاوكرينيون, عندي ايه الريديال ستريت بروسس. تمام, هبدا انا اقيس معايا التيب ميجرمنتس بتاعي وببدا اقيس. عندي حاجه اسمها هول لونجيتودينال ميجرمنت, يعني انا بقيس الليمب كله, او سيجمنتال ميجرمنتس. هبدا اقيس من عند الاكروميون لحد الريديال ستريت بروسس بتاعتي, وليكن هتبقى مثلا سي 15 بس كده. لا ما ينفعش, انا لازم اروح اقيس الليمب التاني عشان اعمل كومبير بتوين الليمب ده الليمب الرايت والليفت عشان اشوف في اي مشكله او مفيش مشكله. تمام, طيب ايه السيجمنتال؟ ببدا اقيس السيجمنتال ان انا بقيس من عند الاكروميون, لا الايد الطفل تبقى في فليكشن 90, الالبو فليكشن 90 عشان يبان البوني برومننت بتاع الايه الاوكرينيوم. طيب هقيس من عند الاكروميون هنا لحد الميديال الاوكرينيوم. تمام, خلصت ده, ببدا اقيس من عند اللاترال اوكرينيون لحد الريديال ستايلويد بروسس. تمام, طيب خلصت, فاضل لي بس الريست بتاعي. الريست بتاعي ببدا اقيس عند النقطه اللي بتوين في الهاف بتوين الريديال والالنر ستايلويد بروسس, وببدا عنده بحط التيب بتاعي راسه وعند الميدل فينجر اطول صبع عندي واقيس الطول ده قد ايه. طبعا اي لمب بعمل له كومبير باللمب التاني, اي لمب بعمل له كومبير باللمب التاني, مهم قوي الجمله دي, مش بقيس وخلاص. طيب هبدا اخش دلوقتي على اللور لمب. اللور لمب الموضوع عندي ببساطه شديده, عندي بعمل لاند ماركس عندي على الانتيريور سيبريك الاكسباين, خط الحزام بتاعي, عند الني بتاعتي, عند اللاترال بوردر اوف فاتيلا, عند الميديال ستايلويد بروسس. طيب دي اللاند ماركس بتاعتي لان اهي. تمام, ببدا عن طريقها ان انا بعمل زي فوق بالظبط, عندي الهول ميجرمنت وعندي سيجمنتال ميجرمنتس, ببدا من عند الانتيبيوتيك سيبريك سباين وببدا انزل لحد الميديال ماركس, ده الهول بس كده. لازم اروح على الناحيه الثانيه اعمل كومبير بتوين البوث سايد. طيب السيجمنتال بتاعي ببدا, قبل ما اخش على السيجمنتال معلش هقول ان انا بعد ما خلصت اللونجيتودينال ميجرمنت من الانتيبيوتيك سيبريك ميديال ماركس ممكن اشك ان الطفل ده عندي شيفتد في البلفس, فساعتها بطلع عند الامبلايكس واعمل لاند ماركس كمان عندي اهي, وابدا ان انا انزل بالتيب ميجرمنت من عند الامبلايكس لحد الميديال ماريوس, وما بشيلش ايدي, الطفل ده بري سكن ما بشيلش ايدي زي ما انا, واروح لحد الميديال ماريوس في الرجل الثانيه. طيب هنفترض ان الطفل عنده شيفتد في الامبلايكس, الامبلايكس بتاعته دي مش هنا, هنا, وانا مش هاخد قياس صح كده, لا حضرتك بتقوم طالع عند الاكسوفايد بروسيس اللي هي فوق عند النوتش هنا, وتحط نفس الكلام وتنزل عند الميديال ماروس وتقيس الناحيه الثانيه عند الميديال ماروس. طب كويس جدا, نخش بقى على السيجمنت. يبقى انا هقيس على الانتيريور سيبريكال اكسباين لحد اللاترال بوردر اوف باتيلا او اللاترال فيمورال كوندايل. تمام, قست هنا, اشيل تيب ميجرمنت واحطه هنا وانزل لحد الميديال ماروس, نفس الكلام الناحيه الثانيه لحد اللاترال بوردر اوف باتيلا, وابدا ان حد هنا وابدا اشيل واحط هنا واقيس لحد الميديال ماروس, اشوف ساعتها كده اي في اعمل كومبير بتوين سايد. النتائج اللي انا بطلعها دي يا جماعه انا بكتبها, انا مش بحفظها في دماغي, انا لازم يبقى معايا اسيستنت بتاعي بيكتب ان من الحد من الفيمر كان طوله قد كذا, التيبيا كانت طولها قد كذا, الناحيه الثانيه كانت قد كذا, عشان اعمل كومبير مين فيهم الاقصر من مين, يعني الفيمر هو الاقصر في الفيمر ولا الاقصر في التيبيا.
طيب عندنا الراوند ميجرمنتس بالنسبه لي انا بعمله ليه؟ انا بعمل راوند ميجرمنت ده عشان اشوف هل في اتروفي، هل في ويستنج، هل في اوديما. الكلام ده ناخد بالنا ان اي ميجرمنتس في الدنيا انا بعمل كومبير بتوين البوث سايد، دي مهمه جدا. انا مش باخد لمب واسيب اللمب الثاني، ده مهم جدا. فانا هبدا ان عن طريق ده ان انا ابدا كل مكان ما عدا بعض الاماكن زي الهيت سيركمفيرنس، هو مكان واحد هتقيس من الثاني منين. عندك النك، عندك الشيست، دول الاماكن الوحيده اللي ليهم شرس معينه بتمشي عليها وليها كل سن ليه الهيت سيركمفيرنس بتاعه. طيب انا عندي هنا في الطفل ده، الطفل ده باجي عند الاي برو بتاعي اهو، عند فوق الاي برو، وابدا اعمل التيب ميجرمنتس بتاعي اهو اهو الاي برو بتاعي من عند فوق الاي برو لحد الموست برومننت اريا في الاوكسيبت، وابدا ان اشوف واشوف وصل لحد كام بالظبط. طيب بعد كده النك، النك عندي فوق اللارينكس هنا، هبدا ان انا اشوف الطفل بتاعي اهو ماسك، بحط الفركم بتاع اللاند مارك عند اللارينكس اهي، ببدا ان انا الف التيب ميجرمنتس لحد ما اوصل يتقطعوا مع بعض واشوف وصل لحد كام. تمام، عندي نفس الكلام في الشيست، ببدا عند الليفل اوف نيبلز اهو، ببدا ان انا بعمل التيب ميجرمنت بس تحت الاكزيلا على طول، وابدا اشوف وصل لحد كام. تمام، لو الطفل ده اقل من يعني من 3 سنين او ما بيعرفش يعني يقعد، ببقى اعمله ان هو نايم. لو هو بيعرف يقعد بعمله هو قاعد، مفيش مشكله خالص. طيب بعد كده خلصنا دوت، هبدا اخش على الراوند ميجرمنتس للابر اكستريمتي. طيب انا عندي الارم الفور ارم، وعندي الريست، وعندي البال. عندي الارم انا باجي من عند ميد بوينت بتوين الاكرومين والاولوكرينيوم، ببدا ان انا اعمل برضو نفس الكلام الراوند ميجرمنت بتاعي. دايما يا جماعه الجيرث او الراوند ميجرمنت بيتاخد عند الموست بالكد اريا، فببدا ان انا اعمل هنا. وانت لو جيتوا قستوا الميد النقطه اللي في النص هتلاقوا هي الموست بالكد اريا في البايسبس، هبدا ان انا اعمل واقيس دي قد كذا، واروح على الليمب الثاني واقيس واشوف الفرق قد ايه. طيب الالوكرينيون قصدي عند الالبو او الفور ارم، يبقى لازم عند الالبو بنزل 3 سنتي واشوف كام، 3 ل 5 سنتي على حسب السايز بتاع التشايلد بتاعي. يعني لو الطفل صغير ببدا 3 سنتي، لو الطفل كبير ببقى عامل 5 سنتي، وابدا ان انا اعمل الراوند ميجرمنت. برضو هتلاقوا على المسكت بالكد اريا اللي موجوده فين في الفور ارم. تمام، هبقى عامل الوضعيه دي واروح اقيس الناحيه الثانيه. الريست هي بلو الاستلايت بروسيس اند الالنر بروسيس، عند الحته دي بالظبط على طول كده اهي، عملتها على نفسي اهو، نفس الكلام بقيس هنا الحته دي اشوفها قد ايه. طيب البال بلو النكلز، جاست بلو النكلز، النكلز اللي هم دول هنقيسه اهي، انا حاططها، انا عامل اكسكلود لايه؟ للصندل، واقيس قد كذا واقيس الناحيه دي قد كذا. طيب دخلنا في اللور اكستريمتي، عندي في اللور اكستريمتي نفس الكلام، عندي فيمر، عندي الني وتحتها وفوقها، وعندي ايه الانكل الفوت والانكل جوينت. طيب انا عندي هنا ايه في الـ في الـ في الـ في الـ عند الساي، عندي بروكسمال، عندي ميد ثاي، عندي ديستال ساي. عندي البروكسمال ساي انا باجي عند تحت الجلوتيال فولد دي، يعني تحت الخط ده بالظبط، وابدا ان انا ايه بجيب التيب ميجرمنتس بتاعي، وببدا ان انا اعمل الجيرث بتاعي او الراوند ميجرمنت تحت الجلوتشاي فولد. طيب خلصت دوت، هاجي عند حاجه اسمها الميد ثاي. الميد ثاي ده بيجي بعد الانجواينال كريس وقبل اللاترال باتيلا، يبقى انا باجي في النص في النهايه، هو الميد ثاي في نص الثاي. تمام، وابدا اعمل الجيرث بتاعي او الراوند ميجرمنتس بتاعي واشوف الطفل ده قد ايه. انا بحاول اميله، المفروض ما بقاش بقى اعمل كده، انا الطفل بتاعي نايم صبين وبقيس الوضع بتاعه بكذا، ونفس الكلام الناحيه الثانيه. طيب الديستال، الديستال بيبقى جاست بروكسيمال تو الايه الفيمورال ايبيكوندايل، ببدا عن فوق الباتيلا على طول وابدا اقيس الجيرث بتاعي واشوف قد كذا بالظبط اهو، تمام كذا، واروح اقيس الناحيه الثانيه. الني نفس الكلام، الني بالذات بشوفها جدا في الحاجات يعني سبورت، ان انا بشوف الاوديما عامله ازاي، يا بنزل 3 ل 5 سم يا بطلع 3 فوق الباتيلا. النية اهي اللاند ماركس بتاعتها بتاع الباتيلا اهي، تمام، وابدا ان انا اشوف من هنا بنزل 3 سم اهو او ل 5 سم، او بطلع من هنا 3 سم ل 5 سم عشان اشوف
ايه الأوديما او الانفلاميشن الموجوده دي قد ايه. طيب بعد كده عندي الفوت. انا الفوت دي بسيطه جدا. انا الفوت بتاعتي زي ما هعمل حالا اهي, انا الفوت بتاعي في قرش هنا. القرش ده باجي عند الراوند ميجرمنت بتاعي اهو, من عند القرش بتاعي اهو, واقيس من اعلى نقطه للقرش بتاعي هنا في الحته دي اعلى نقطه للفوت, وابدا اقيس اشوف كده المسافه دي قد ايه. وطبعا لازم اعملها كومبير بتوين البوث سايد. فضل لنا الانكل جيرس. الانكل جيرس بالنسبه لي هو جاست بلون البوث ماليولاي بتوعي. ببدا ان انا اعمل الراوند ميجرمنت كده واشوف قد كذا, والناحيه الثانيه برضو بعيد بروح الناحيه الثانيه واقيس نفس الكلام واشوف الفرق بينهم قد ايه. تمام. وعلى كده بكون خلصنا ايه السكشن بتاع الماسكولو سكيلتال, وان شاء الله يعني يكون بالخير ليكم باذن الله.